سيطرة مطلقة على مجريات الشوط الأول، ما مكنه من فتح باب التسجيل مبكرا عن طريق المدافع زعلاني الذي باغت الحارس مزاير برأسية محكمة. المحاولات الهجومية المتكررة للجمعية أرغمت هشام مزاير على التدخل بقوة لإبعاد كرة عرضية من دوادي، والفرصة الوحيدة لجمعية وهران في هذه المرحلة توزيع تبالغ التي صدها القائم. تضييع هذه الكرة أبقى على تفوق جمعية الخروب أمام جمعية وهران في الشوط الأول بهدفين لصفر. سيطرة الفريق المحلي تواصلت أيضا خلال المرحلة الثانية دون تجسيد الفرص المتاحة والقابلة للتهديف في أكثر من فرصة، لكن هذه المرة الفعالية كانت حاضرة وبحدة يوقع الهدف الثاني. هدف حرر عناصر جمعية الخروب فقدموا أداء جماعي مميز، فيما اكتفت جمعية وهران ببعض المحاولات لكنها كانت تفتقر إلى الدقة والتركيز. وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أضاف بوحدة الهدف الثالث لجمعية الخروب التي أطمأنت على مصيرها في الرابطة المحترفة الثانية بعد هذا الفوز المستحق أمام أنصارها.